كيف يمكن للشاب، وقالها قبل شوي شبيب، انه التوازن بين طموحاته الشخصيه وحياته الاسريه والحياه الزوجيه. لكن ما ادري اللي عندنا فاصل احنا والله نعود لهذا السؤال. احنا عندنا فاصل لكن انا والله انا ما زال عندي موضوعات كثيره صراحه مع الاستاذ فهد حول الزواج وما يتعلق فيه يعني صراحه. لكني انا شوف انا بديت اقتنع صراحه يعني بكلام الاستاذ فهد، لانه الكلام صار منطقي ومن انسان عنده معرفه، عنده وعي. واليوم لما نتكلم عن مستشار اسري، مستشار اجتماعي، احنا نتكلم مع شخص قامه وليس اشخاص صدروا انفسهم على انهم مستشارين ثم تكتشف في المقابل انه جالس يقدم محتوى للاسف يهدم البيوت ولا يبني الاسر. فلذلك انا ان شاء الله امورنا طيبه استاذ فهد. ان شاء الله بالعكس. لا، في نقطه كنت بتقولها قبل اتكلم عن مساله متى يكون هناك مثلا ان الزواج يكون معين وليس عبء وليس عائق. الاختيار المناسب طبعا، الاختيار المناسب للاسف الان عندنا عناصر ظاهره. ممتاز. يسالك مثلا عن جمال البنت، عن اخلاق البنت، عن كذا. انا عندي نقطه جدا مهمه للزوج وللزوجه، اللي هي مساله قياس انفعالات الزوج والزوجه، انفعالات النفسيه. الان التعامل مع الاحداث، التعامل مع حالات الغضب، التعامل مثلا مع الهجره، هذه نقطه جدا مهمه. كثير من الاسر ما يعير لها اهتمام. كيف نقيسها؟ يعني هذه بالبحث المناسب، المعرفه مثلا الاصدقاء القريبين جدا من الزوج او من الزوج، محاوله مثلا خلينا نقول التبسط مع الاسره. يعني احد الازواج مثلا، احد الاخوان تكلمني قال والله انا واحد تقدم لبنتي، واذا ما في مشكله انا ودي يجلس معك تبدا تتناقش انت وياه. فقلت انا ما عندي مشكله. فلما جلس معي الرجل اثناء الحوار احيانا حاولت استفزه ببعض الاسئله، فوجدت رده فعله فيها شوي حده، فيها شوي مثلا خلينا نقول فيها تحفظ زياده. قلت الحين انت مقدم على اناس، الحين من كلام مساله يوم وليله، ليست مثلا صفقه بيع وشراء، احنا نتكلم عن حياه جديده. اذا لم تستطع انك تكون واضح امام الناس، لان الانسان التعبير عن الغضب مهم جدا، تكوين علاقات ايضا مهم جدا، المحافظة على الأصدقاء مهم جدا، مهارة التواصل مع الناس والمحافظة عليها مهمة. أنا مأذون أنكحة، فعقدت في يوم من الأيام اللي إحدى الزواجات، فلما سألت الزوجة قلت في شروط لكم؟ قالت عندي شرطين بس. الشرط الأول أن يكون بار بوالديه. طبعا هذا عمق وبعد كبير جدا فيه. النقطة الثانية يكون محافظ على الصلاة في المسجد. يا سلام. يعني لما أفهم هذا الشرطين، مسألة ارتباط مع الله سبحانه وتعالى وارتباط مع والديه، أنا خلاص أنا حققت الذي أريد من ذلك. النقطة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الخلق هذا وإن كان من الدين، جزء من الدين، ولكن يجب أن أعرف أنا كزوج أو كزوجة الشخص هذا كيف ردة فعله وتفاعله مع الأحداث المحيطة به وتفاعله مع أصدقائه ومعتبر عن الغضب فيه. جميل، إن شاء الله الحديث ذا شجون معك، لكن أنا عندي كثير من الأسئلة إذا تسمح لي، ويسمح لي أيضا عبد الوهاب.